بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد تحية واحترام كسور ولا لايف كأني عادي يا ما أنت صبت ذا أين ولا مشاركين شنو ولا قاضين شرني ما أنت لايف كأنه حكوس أبسني هاي كلمات في جمل كلمة ذا جملة ذا كتيرة وحن قاضم دون إن شاء الله كلمات كان كن نبي الله أو جملة ذا كتيرة جملة ذا هاس أو أين بدين دون إن شاء الله تعالى قيبنا إن كلا إن كربا قيبنا أنك أيا نلك ربا بربر بي بربر كي كبح ضوا بكي لغلين بي سوالي بجا كاكسو دوالا لانجويج كولج كلية دي لغضها إيو حاسوب كي كمبيوتر كا لغضها يدكتا اللغة العربية اللغة الإنجليزية اللغة الفرنسية إيو وليبا لغة الأم لغة دي أي لغة لنا لغة دا سوماليكا أفرطا لغضات حكوا بسوا كل شيء كنير تركا ما دوين كان من كتب حياة عرب ده وحي كتب جميان قيم كم ده لغة العربية قوة سرية يقوى هوكا هوسية انتبه كل يد دوات كيلسا لصو حرير لما رضا حاجة هوسية حاجة سربية هلا أنا صار قبل درس جينا سيدي الأكسون هي اللغة العربية لغة فصيحة اللفظ واسعة المعنى نزل بها القرآن الكريم فزادها عزة وشرفا فعليك أيها الطالب التمسك بها في الحديث والكتابة وعليك أن تتعلم قواعدها في النحو والصرف حتى تسلم من الخطأ في حديثك وكتابتك وأيضا قراءتك. واللغة العربية هي طريقتك الوحيد لفهم نصوص الكتاب والسنة النبوية والسنة النبوية الشريف. لغة العربية هو لغة ألفاظ أي تايم فصيحة يعني فصيحة لفظ الفاظ وفصيح معنيه يدنا ومن والبا معنى بدبلاريه الفاظ يدمرك الهيه واسعة المعنى معنيه يدنا واسع مركب الآن أبنا درس جينا القرآن الكريم كأي لغة عربية كسود دي حوسي كردي عربي دي شرف يكرين بوسي كردي مركب عرض دي وحلقة ربا اللغة العربية وهذا الكذا مهارة تحث اللغة العربية مهارة الكتابة مهارة القراءة مهارة الاستماع والاستيعاب قال أنا يقولوا كلمة أين لها هي بطة أين جملة قشلنا إذن كو حالة الكربة أرض والبا وإذن كمدة إنو ما نعيس السوق ورو ماشا وكسو حد ليو وسوق ورو إيو وليبا إنو مشاركة يدرسي بطة أين قررنا الهوطة بطة وشمبر بطة شنبتر عبد الحورتو وكلا بطة بطة كتشرتا أما وبيادة أيام حالة الرضا بطة وشنبرتا شنبر بطة مركا البطة سابحة بطة دي معناها هو شنبر بطة دي سابحة ويدبارانسة البطة السابحة البطة سابحة وإذا بالنا صح هيا إذا كنا على ذكرنا جملة ذينا جلسان البطة سمينة ويبورنتها شنب البطة ويبورنتها البطة سمينة شنبير بدادي وإذا بالنسى البطة الصابحة البطة السمينة البطة في النهر شنبير تبطو شنبير بدادي الله يقعنا
في النهر وبقى ايكو سكنتها البطة انت سوى علمت في النهر في النهر صدح لا سوى البطة وكذلك هذا الكلام صدح جملون إذن كنا إن أساسي لك وكانتان سي اي او غو ده فايسن مشاركه معها waxa weeyeen inuu macalinka jihadiisu wax ka soo baxaan idinka ayaa leen ka rabaa idin kuna ina jumlado yaani kalimatan batta albatatu abyadu shimbal badatu way adda salaamuk albatatu ina jumlado soo gelisa an ka gudubno kalimatan labaad baydun الدجاجة تبيض الدجاجة وقيمة مسجة وراء مربع عالك أنك شغيرها الدجاجة تبيض الدجاجة تبيض تجاجد وين بيضين سبيت بدرس بعضت الدجاجة ثلاث بيضات بعضت الدجاجة بعضت الدجاجة بيضات أما ثلاثة بيضات بيضات بعضت الدجاجة بيضات بعضت الدجاجة بيضات تبيض الدجاجة في كل يوم مثلا تبيض كأرجع بعضت وفعل الماضي تنحو ين تبيض ويبيضين صفعل مضارع مركا تنوى جملة اسمية اسمي بصهر هي كان جملة فعلية ويان فعل بصهر هي وكان عكس ما عدد كنكتي ومنك تبيض وضعين عدد حق ورسول كتي وفعل مضارع هي عدد حق تنوى رئيسي سنة وحين لغان الصاع جملة اسمية تنوى جملة فعلية أساسا يمكن دوينه تبيض يا بعضت تبيض ذا يا تبيض هلق أكو جدها وإذا كانوا حالا ذكر هذا جملة ذو إنا أديك ستان وإذا جملة سوق لسان كالد دوين جملة ذا صدحاء أما كلمة ذا صدحاء بقرة حلبت الفتاة البقرة حلبت الفتاة البقرة ذاك حلبت الفتاة الفتاة البقرة جوجس حلبت ويلستي الفتاة إن أنت البقرة يعني السعي أي لستي في الحظيرة 29 بقرة في الحظيرة حظيرة 29 أما نمر كده صوت أما إيش النوع قالين 29 بقرة
وعشرون بقرة. حظيرة على حويان حرنة في الحظيرة تسع وعشرون بقرة. حظيرة محرقة حرنة في الحقل بقرة. بهذا النوع الحقل أنا حديقة في الحقل وين مركا في الحقل بقرة مركا بقرة بقرة البقرة حقل يوحل هذا البيرتا حضيرة دنا وحل إلى حردة حول وقلان حردة حولها مركا تصروا حويا إن قصح صدح لا صدح من صدح جملة دود أياك فايدة ستين سقال جملة دود وحن جعلها إن آد مروال بدروس تيدا نلصو حريدان سي آد وقفا إيدة ستان وضوهشان مرة بدن أو جملة ده عربي قاعد أكل الدوين واي قف مال مالهم ولا با أو لايف أي نسمينه أما البث المباشر أن نعرفه أي نسمينه واحد كهشان واحد كفا إذا ستان جملة ده فر بدن أو عربي آه أو إذا نقصي بيرسة جملة دي هراء أدنى ستان مركا تعلم العربية فإنها من دينكم عربي دبرتا دين دينا أي كمتع حربت الفتاة البقرة البقرة في الحظيرة 29 بقرة في الحقل بقرة ولا دائم تعالى بقرة أن تلتر واي أنا هذا بالأرض هذا الله يفكو ده إيو سيدة أي مارتي مشاركيا وشاركته وإنه مهم أرضي صوب براغ فول ما ميشه وشوغو ولبنا وحان شعال لهاي إن آد أينو كاوضة فايدي سنو صوب هذا ما شاء الله بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم مصطفى إيو أحمد إيو دمان مبارك إيو دمان أخيارته كسو قيب بشي حلقة دن أينو كوضة مشاركين إنو عربيقا وما هتسنتين أردت كلنا هنش على إن سو قرطان كومنتسكا أو مشاركة إنسان جملة ذا هل كان فيها لا أنا أعلم قيمة لبعض إنه قدمنا قيمة لبعض إنه نراه مصباح المصباح متقد المصباح مصباح طلوع مح وفينوسك أمال عن بدا المص مصباح متقد مصباح افتيمية يا محل رانا المصباح متقد في المصباح ما في البيت مصباح أما مصباحان في البيت مصباحان الكلام مثنى مرة قولي يا وحقص وعي هاي وحقص وعن لبفينوس أما لبلا بضاد المصباح مضيء ويفيا مضيء مضيء المصباح مضيء فينسكو ايفا يا اما لنبض ايفا سا قريقا كليه لبا مصباح المصباح متقد وايفا يا اسنوية اطفئ المصباح
مصباح الدمي. مركا مصباح يلا نكسح كلمة خبز خبز مركا حلان هاي خبز يروح على الرود ده مركا يلا أنواع ده النوعية اللي دون طلعة تي ورود ده خبز أنواع ده خبز الشامية خبز صابوني نوع على هذا دودو بنا ده ده كا تشامية ده حوالي تمبل بلارن نوعية داس استعمالان عربته يو أدون كلا جاوا استعمال مركا خبز جاس رود جا أيون شوية قليل وحنان أعطيته المسكينة خبزا أعطيت المسكينة خبزا مسكين كيف حسيي رودي بنسي ناولت محن تيكس دي وساو سو تيكس وسو قاطي خبزا دافئا مثلا دافئا انا اما حارا كرول دافئ اما ديرا اما حارا كرول أعطيت المتصولة خبزا متصول كي قفكي باهي سني يا بريو تمي يا وريقي متصول وحسيي خبز وكا كلمة خبزا لأنا بظل أيي إنو بجرته سا أركتان كما ترون بلا إني أقنا أردي قرال كيل وانو مهيم وحين نسكو دينا إنا إنا بريدين كنا كتشو أبنو وحيا معا صغرتين الولد يأكل الخبز محمد أحسن الله إليك المصباح نور البيض أبيض بيتكو عاديه ما شاء الله وحفظنا يا سوق قرتين الله يبركيه قرال كين أنك ونومهين إن أسوق قرتان كومنتس فربضان أو أتكو قرسان جملدها أتكتو جسين من عصارة دينكم سحبين ونومهين أنك وين كل هذا فائدي سننا للجميع ولا لدي لا يريد سو كوريا لغة عرق مبان نوين هو فايدين عكا قد بو خبزي وحن قلنا انا شو لدى حبل اللي هو حرقة الحبل متين وادقي حرق هو ادقي الحبل متين الحبل متين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا حرق الى هي كتاب الى سنه النبي
عليه الصلاة والسلام كودغا وقبصدا صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام كنت سكسو قرصا النبي سليك عليه الصلاة والسلام الحبل متين حرقه وهذه واعتصم بحبل الله ونحن ذكرنا مثلا قطع الولد الحبل أما قطعت الحبل قطعت الحبل بالسكين بالسكين الحاد مكينة من دي أفضل بالسكين الحاد قطعت وحمرت شري الحبل بالسكين من دي بانكو شري الحاد أفضل مرك الحبل واي يا كلو جملة قلنا يا بلاد انا اغنو شد الولد الحبل الولد ياكل الخبز ولي جملة دي وايد كسويا ان هاد سو جلسان جملة بدن قرار كين ونو مهم واي انا حصان قرطان من دونيا مش لوحدي انا كيل جيم ماها ليس لوحدي فقط إنما المشاركة مهمة المشاركة مهمة جدا واي وحنا وركرنا شد الولد الحبل وجيجي شد الولد الحبل شد الولد الحبل شد وجيجي الولد إنك الحبل فكا شو اللي لاس؟ وحوركرا إنما البشاشة حبل المودة البشاشة حبل المودة وحويان وشملت البشاشة فرحة إمارتي بشاشة قف وقف بشاشة مثلي وحبل المودة وحرقي كالقعية قف وحكو حريا بشاشة لماذا هذا؟ قف وقف قف حبلقة من أكسل قاب كسوك على أياد سو قرص قرآن كسو سمي عدي ولما نركع قرآن كينو ويري هاي مركع قرآن السودة إن السميسان الله يبارك يو باب يدب يكتاب أي نهر باب وحويا نام الكلب خلف الباب نام الكلب خلف الباب خلف الباب اي يحس حبي الباب كان ينعس انا دبركيس وراء وراء الباب خلف الباب حدا وعمل سمن خلف لك هو أمامنا هوري هوري فوقنا وتحت فوقنا ودشة تحتنا وحقه سمية مركا خلفنا وقدال أمام حق دمري نام الكلب خلف الباب وحويان الباب مفتوح الباب مفتوح أغلقت مصراعي الباب أغلقت وحن حري الباب فريت ويان الباب مفتوح أغلقت مصراعي الباب لبدي دعال الباب كأيام فاي دب الكلب أليف والدب مفترس
الكلب أليف والدب مفترس. الكلب أليف وادر لچوگو ایه حوارات هم اجزان دورچوگ ایه دبتچوگ دورچوگ ایه در لچوگ بانچیده دبچوگ الکلب دورچوگ ایه دبچوگ دب که کو حیرت هم بمعنه هوا الیفو داد کل نوریه دورچوگ تنو هوا ایه ده و کهین تو کوچوگه مرکا الکلب الیفو و ودوبو مفترسون وحيوانات وحضبتي وحقبصدوية وحمنوية مفترسوية حيوان مفترس بيه الكلب مفترس الكلب أليف والدب مفترس أليف وددك لنو ودب جوكتا مفترس هنا وبحضا كالا دور جوكتا ددك عدد يعني ددك عادي بسنة عادي بقلون موري معايته لو حنركرنا يسوق أبو الدب رقص رقص الدب رقص الدب وبود بودو حنا هو عيارني رقص الدب وحلو مجرد إيه قاتل ما كان يكلم هذا لا يقوم حسون كل جلسين شو ملذو قاتل استعماشين ما شاء الله الحبل متعلق في الشجر مثلا الحبل متعلق في الشجر أغلق الباب الدب الكبير الدب أسود أيضا واحد يجي الدب هو بالمذوق حبي قوي بضرورة الدب قوي الرجل الجميل انا ادخل احساس الكلام يلي والذي شو الذي ان دوني قيم كم اذا واكنتن الله يجزي بركيه وحن دون نهاد يتشير انه ينوضا وشاركة انه وينو مهمو قرار بدل صوص سمية او اسكو ديسان انا استعماشان الدب قوي مثل الدب قوي أقدم بنتي كتاب وأحس كفضوية الكتاب فوق المكتب الكتاب فوق المكتب الكتاب فوق المكتب لبا الكتاب مفيد الكتاب مفيد الكتاب مفيد الكتاب للكتاب للكتاب غلاف غليظ للكتاب غلاف غليظ تبقى لي غلاف أنا قال أذك قال غلاف وقال كغليظ نوع أذكوية غليظ
أبو ماتن تين هذي سيدا ونعكسن عاد صم شاركيسن قراءة ضمن الصوت سمعية كان الصوت قريب جرا language college إياه لغتها كبحثيك لغتها كبحثيك للدول عربية إنجليزية فرنسية هي الصومالية وهذا قرص حريك كرتان لما رضى حق صريح حق وسبي هلا شكرا على حسن استماعكم ومشاركتكم الفعالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.